نيجي بقى للبرايفسي والكونفيدنشاليتي. طبعا انت كريسيرشر لازم تحافظ على البرايفسي بتاعت السبجكت اللي عندك، تحافظ على الاسرار بتاعتهم، اي بيرسونال انفورميشن بتاعتهم ما تطلعهاش. طبعا عندك في امريكا هناك البيرسونال انفورميشن هناك وانت بتاخد البحث، رقم تليفون الشخص اللي هيشترك معاك، الرقم مثلا الرقم القومي مثلا بتاعه، مش عارف، كل الحاجات دي تعتبر بيرسونال انفورميشن. لازم انت بما ان هي موجوده معاك البحث اوعى تعمل لها ريليز، لان ممكن العيان ده يرفع عليك قضيه ان انت طلعت البيانات ديت وهتبقى في مشكله، لان العيان اللي اشتغل معاك لازم معلوماته بتكون برايفت وكونفيدنشال، تمام؟ فلازم انت كباحث معاك المعلومات دي لازم تحافظ عليها. انت ذات نفسك ما تقدرش تجمع معلومات فور ريسيرش بيربز عن البرايفت انفورميشن بتاعه العيان زي اللي احنا قلتها دلوقتي، سوشيال سيكيورتي نمبرز اللي هي الرقم اللي هو الرقم القومي، اي بيرسونال ايدنتيفاير، عنوان العيان، عمره قد ايه، الكلام ده كله ما تقدرش انت تطلع البيانات دي من غير. يعني ممكن مثلا ايه، انا مثلا كنت عامل مثلا انشورنس، يعني تامين لمراتي هناك، انا اللي عامل، تمام، بس في اسمها هي، هل انا اقدر اكلم الانشورنس او التامين والتامين يتكلم معايا انا عشان يديني معلومات صحيحه عن مراتي؟ انا هي مراتي انا وانا اللي عاملها البتاع، لازم ياخدوا منها بيرميشن الاول ان هي تتكلم معايا عشان اقدر مثلا ان انا اسالهم. فانت ما تقدرش تجمع معلومات عن العيانين من غير ما تاخد منهم اساسا بيرميشن مضي ان انت تقدر تعاجل. انت مثلا عايز تقرير طبي عن العيان ده من دكتور ده، انت تروح للدكتور من نفسك تقول والله اديني التقرير ده بتاع العيان ده؟ لا لا لا، لازم انت العيان يديك يعني بيرميشن، تصريح للدكتور ده، اه والله انت تدي له التقرير بتاعي. ما قدرش الدكتور يدي بيانات على العيان لاي واحد تاني في مثلا بيعمل بحث الا بكونسنت كتابي من الشخص ذات نفسه. لو انت ما خدتش كونسنت كتابي من الشخص، الشخص ده ممكن هناك بقى في امريكا يرفع عليك قضيه انت والدكتور، لان انت خدت معلومات في المفروض الدكتور مش يديها لك وبياخدوا تعويضات. علشان كده ايه، لازم يكون ماضي ان هو مديك التصريح ان انت تجيب معلومات عن العيان ديت او تجمع داتا عن العيان ده. لازم العيان ذات نفسه يكون مديك ايه، كونسنت.